السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقد قررت أن أرفع فيديو، لقد اكتشفت بعد مدة قصيرة، آسف لأن حاسوبي قلت لكم متعب آسف. هذا هو الموقع، اسمه 341، آسف 341، هذا هو الموقع. هنا تجد الرابط أسفل الفيديو، هنا تضع الإيميل المتصل، وهنا الإيميل، وتتسجل وتضغط على الدخول. أما للدخول إلى حسابك ستصل الرسالة لك على الإيميل على ما أعتقد. لتفعيل الحساب، أنا لدي حساب سأدخل فيه، 6171 لوضع الكابتشا، لقد أخطأت، 3 1 2 3 6 1، انتظر سأعود بعد قليل. عدنا. أنا جد آسف، لقد تلقيت مكالمة على الهاتف وقد عدنا إلى العمل. كنا نتحدث عن الموقع وكيفية التسجيل وكيفية تفعيل الحساب، والآن حان موعد كيفية العمل والربح فيه. هذا هو حسابي، أنا أعمل في الموقع مدة 6 أيام، ضغطت على ما يقارب لم أرى كيفية كم عدد الضغطات، وهنا يدعم الأدفكاش والباير واليندكس، هنا أرباحك على الضغطات، وهنا أرباحك على الاستثمار. الشيء الذي يعجبني أيضا، يمكنك الأرباح التي تربحها هنا تضاف إلى الاستثمار إذا أردت، وهنا أيضا الأرباح من الريفيرل، وهنا أرباح أخرى لا أعرفها. هنا إكسبلواتاسيون دو مينينغ، يعني المينينغ يعني التعدين. هنا سيت دو صرف، يعني الضغط على الإعلانات، يعطيك 34 54 50 ضغطة، في بعض الأحيان إن لم أضغط يعطيني حتى 60 ضغطة، يعني 60 ضغطة في 0.0225 روبل، يعني ما يقارب 1.25 أو ما يقارب 2.25، نضعها 50 ضرب 0.0225، سنجدها 1.12 روبل في اليوم، يعني يمكنك السحب كل يوم 1.25 روبل لمحب جمع الروبل. هنا يعطيك فيديوهات، يمكنك الضغط على الفيديوهات. هنا يمكنك الربح على أبوني يوتيوب، يعني تقوم بالمشاركة في أحدى القنوات هنا ويدفع لك، تضع لايكات أيضا. هنا يعطيك مهام وتقوم سواء بالتسجيل على موقع، رفع برنامج أو ما شابه ذلك. الفيديوهات اليوم أنا أعطاني 10 فيديوهات، كل فيديو تربح منه 0.0225 روبل. هنا أعطاني 34 ضغطة، كل ضغطة تربح منها 0.0225 روبل. الربح من عدد الريفيرل المسجل، يعني هناك مسابقات يعطيك 225 250 500 1500 2000 روبل لعدد المسجلين معك. انتهينا. وكيفية رفع عدد المشاهدات في قناتك في اليوتيوب، أو عدد الاشتراكات، أو عدد اللايكات إذا كان عندك فيديو في قناتك يكاد تنعدم في لايكات المشاهدات، فيمكنك التحايل قليلا على اليوتيوب بهذا الموقع، ويمكنك رفع فيديوهات، رفع الفيديو إلى هنا. عدد المشاهدات ستضغط هنا، فيديو فيو يعني مشاهدة الفيديو، تضغط هنا لرفع فيديو، تضع هنا اسم القناة، اسم قناتك، هنا تضع رابط قناتك بالكامل،
وهنا تقول 15 ثانية، 30 ثانية، 45 ثانية من الفيديو، يعني 45 ثانية لكل مشاهدة ستدفع 0.07 روبل، يعني لألف مشاهدة بسبعون روبل، 70 روبل ما يقارب 0.25 دولار. هنا جيدة لألف مشاهدة، ألف مشاهدة في اليوتيوب يعني لا بأس. هنا لزيادة اللايكات، هنا تضغط هنا مثلا لديك فيديو لم يكن لا توجد فيه لايكات، لا توجد فيه مشاهدات، يمكنك زيادة، تضع عنوان الفيديو، رابط الفيديو، تقول له 10 لايكات، 20، 25 كما تشاء. كل مثلا سأقول له 20 لايك، 20 لايك ب0.05 0.5 روبل، هكذا شيء جميل. الموقع، وسنعود إلى الميمينج، تضغط هنا مثلا. أنا لدي حاسوب دائما تسمعون البراد جد ساخن لأن قوته ليست جيدة، عندما سأشتري حاسوبا جديد إن شاء الله. كنت قررت أن لا أرفع فيديو هذا الفيديو، ولكن ما دمت رأيت أن الموقع يدفع فعلينا أن نقوم بال كيف سأقولها بالإسراع والتسجيل فيه والأخذ الروبلات وتحويلها إلى الدولارات. هنا يقول يمكنك التعدين مثلا، سأسحبها إلى هنا، يعني هنا أخضر أخضر، جيدة جيدة، ولكن إلى وسط هنا يقول أن حاسوبك في خطأ، هنا جيدة، يمكنني أخضر، يمكنها أن تعدين. أقل سحب هنا 10 روبل، يمكنها التعدين، تتركها كذا حسابك ويقوم بالتعدين الروبل، ها هو يعدين ما شاء الله. أظن أني تطرقت على جميع المراحل. هنا أيضا هناك مسابقات بونوس، يعني يمكنك ربح بونوس كل يوم من الموقع، مسابقات، هناك الكثير من الأشياء. هنا يمكنك شراء أسهم، من هنا شراء الأسهم، 0.0034، 0.018، 0.0، وهكذا أسهم، ليست أسهم متواضعة، 50، 250 روبل، 1000 روبل، 3000، 1200، 500، يعني من كان يتعلم الروبل. ها هي، سنرى إن كان الموقع يعدن أم لا، لأن أرى أن العداد هنا يعمل، لأن الحاسوب أسمع صوته ينادي أنا في خطر. نعم إنه يعدن. أين كنت؟ شراء الأسهم، سنرى، سأدخل من جهة أخرى، 0.03، سنرى إن كان الموقع في جهة أخرى. الانترنت ضعيفة نوعا ما، وايضا ليس نفس الشيء، انه يقوم بالتعدين، لاني وصلت الى 10 روبل وقمت بالسحب البارحة ليلا ولقد وصلت. ساريكم اين هو، اين هو، اين هو حسابي. انتظر، وعندما تقوم بالترجمة يكون هناك مشكل عويص. تظهر تلك اللافتة لجوجل هنا وتحجب عني الرؤية، رغم أني أضفت لها في الزوم، هناك مشكلة. المهم، أي أسئلة تضع المشكلة تحت الفيديو في اليوتيوب إن شاء الله. أرجو أن يتابع الموقع بالدفع كذا في المرة، أقول في المرة المقبلة إن شاء الله. سأرفع فيديو عن دليل سحب، سأقوم بسحب 10 أو
على حساب أرباحي في الموقع إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.